المنتخب الأولمبي يتأهل إلى نهائيات آسيا متصدرا لمجموعته. نتابع استطلاع خاص مع موفد برنامج كورة إلى طهران الزميل حسن علاء. أكيد يعني رغم أنه تغصى أنه الحوادث اللي تتكرر في العراق أسمع المترجم شو هذا ممكن ما كمل فرحتنا، لكن هي رسالة أنه نهي شعب العراقي ويستف حول المنتخب الأولمبي ويستف دور كبير بهذا الإنجاز. نهي الشعب العراقي هدية بسيطة قدمناها لشعبنا. المباراة كانت جدا صعبة، كانت نلعب مع فريق متمرس، فريق يلعب على أرضه وأمام جمهوره ويلعب بالخيار الواحد والفوز. واجهنا عدة صعوبات في المباراة، لكن يعني فقدنا بلاعبينا ولاعبينا كانوا أبطال أدوا الواجبات بشكل كبير جدا. الحمد لله اليوم فرحنا من 34 مليون.